مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بسحب جديد مع اللوتو اللبناني. اليوم عندنا جائزه 3 مليار، هالجائزه يلي كتار من الناس ناطرينها، وكل حدا لاعب لوتو وكل حدا عم يحضرني هلا اكيد عم بيقول ليلي خلص ما بقى بدها ليلي ليلتي، وانا كمان عم بقول نفس الشيء وبقلبي عم بقول يا رب ما حدا يربح الا انا، وكل واحد عم بيقول ان شاء الله ما حدا يربح الا هو. إذا تقسمت الجائزة على كذا واحد ما حدا رح يزعل، لأنه الجائزة كبيرة وبتستاهل إنه كذا حدا يربحها. المهم تنربح 1، 10، 2، 3 ما بيهمنا، المهم الليلة نتوج مليونير جديد مثل ما عملنا الأسبوع الماضي. جمعة الماضي قلنا ألف مبروك لشخص اسمه لويسف غالي، ربح جائزة زيت كانت قيمتها 75 مليون ليرة، اللي هي كمان جائزة مش قد اللوتو طبعاً، وما في شيء قد جوائز اللوتو ولا لعبة أبداً، بس بيبقى الربح حلو حتى لو كانت 8000 ليره. اليوم اذا بالسحب رام 1378 لليوم الخميس 11 شباط 2016، المرتبه الاولى 3 مليار و38 مليون و267 الف و218 ليره لبنانيه. اما جائزه المرتبه الثانيه التراكم بس حوالي 130 مليون، ولكن جائزه اكيد بتكون اكثر من 200 مليون ليره إذا ربحت المرتبة الثانية. بالنسبة لزيد بنرجع بنقلع من أول الجديد، الجائزة بتكون أكثر من 35 مليون، تحديدا 36 مليون 91 637 ليرة لبنانية. اليوم معنا باستوديو مدام تيريز مسلم مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة على أعمال وسحوبات اللوتو اللبناني. أهلا وسهلا فيك ست تيريز. أهلا وسهلا فيك. جوائزنا اليوم عالية وحرزانة ومعنوياتنا كمان عالية وحرزانة. إلى سحب اللوتو ورقم جديد. هي التركيبة والست أرقام يلي ناطرينهم أكيد مع الطابة السابعة، لأنه اليوم جائزة المرتبة الثانية ومثل العادة عالية، ناطرينها كلنا. أول رقم رح يطلع معنا لليوم بيكون 21. إذا أول طابة رقمها 21. الطابة الثانية 26. يا ويلي. الطابة الثالثة 20. 20 21 26. عشرة 10 20 21 26. الطابق الخامسة بتحمل الرقم 36 26 10 20 21. حلوين كتير الطابات لهلا. أما الطابق السادسة وهي الطابق الأخيرة من الطابات الأساسيات رح تحمل الرقم 31. مش معقول، يا ويلي شو هالطابات. و30 الطابة الإضافية، يعني ليكو الطابات وليكو التركيبة كيف اجت. عنا 10 وعنا 20، عنا 21 وعنا 31، عنا بعد طابتين 26 و36. هودي هن الطابات، لحقوا يشوفون الناس نيا، لكن هودي هن الطابات، وان شاء الله يكون في عنا رابح مرتبة أولى، لأنه عن جد تركيبة حسيتها حلوة. هلا الإضافية كمان اجت لابقة معهم 34، وهو رقم ما بنعرف قديش حظوظه اليوم عالية، لأنه أوقات في ناس بتلعب أرقام هي بتنقيها في مكانات، أوقات بنلعب عشوائي. رح ننتقل مباشرة إلى لعبة بس المكنة بتنقيها وهي لعبة زيد. أول طابة 4. الطابة الثانية كمان 4. الطابة الثالثة 6. صفر 4 4 6 0 8 8.
وبيكون عند ارسال رقم 80644 او 80644. ارقامنا خلصت، بس الحلقه ما خلصت، في عنا بعد البريك النتائج. انطرونا. تلعب 7:30، حك الورق اللي قدامك، جمع بورقك مجموع بيتراوح بين 5 و7:30، وارباح جايزه بتوصل ل 12 مليون ليره. 7:30 لعبه حك، تباع في جميع نقاط بيع لليبانيز دي جو. شو الورق اللي قدامك؟ جمع بورقك مجموع بيتراوح بين 5 و7:30، وارباح جايزه بتوصل ل 12 مليون ليره. 7:30 لعبة حك، تباع في جميع نقاط بيع لليبانيز دي جو. من ربحت الجائزة الكبرى أو من ربحت الجائزة الكبرى؟ هيدا السؤال الوحيد يلي بهاللحظات كلنا عم نسأله. من بعد ما مدام تيريز تذكرنا بأرقام الطابات للناس اللي ما قدرت تبعنا من أول الحلقة، أكيد في عنا التابلو. تفضلي ست تيريز. اليوم صاحب لوتو 1378 تاريخ 11/2/2016. الطابات الستة الأساسية هن 21 26 20 10 36 31، والطابة الإضافية هي 34. هالتركيب اللي بتعقد، هالطابات اللي بالنسبة لي كتير حلوين، في حدا ناخدهم؟ في شي مكنة منقيتهم؟ رح نعرف مباشرة بهالتابلو. أولى 3 مليار وشي، ولا ما في، يا ويل، التانية شو عالية، حوالي 300 مليون ليرة، مش معقول لشبكة وحدة. ألف مبروك، 292 مليون وشوي، 20 شبكة بيربحوا كمان حلوة الجائزة، 3,300,000، أكثر من 1000 شبكة بيربحوا حوالي 60,000، و 8,000 ليرة بيربحوها أكثر من 17,000 شبكة. ربحت المرتبة الثانية، ولي لي 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 لي، ربحت من مكتب رقم 1594 من عند مؤسسة أنطوان نصر ب وين؟ بسد البوشرية. ألف مبروك لرابح الجائزة الثانية، قديه بيكون انبسط إنه شخص واحد ربحها، عن جد من قلبنا انبسطنا لك. هيدا بالنسبة للوتو. نعم. بالنسبة لزيد، بالنسبة لزيد سحب اليوم 1378 تاريخ 11/2/2016، الرقم الرابح هو 80,644. هيدا الرقم ما بشي، هات نشوف شو وضعه. أولى عم نحكي عن جائزة قيمتها 36 مليون وشوي، ربحت كمان، خي 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 خي، مرتبة أولى للرقم 080644، إذا شبكة وحدة كمان حلوة الجائزة. الورقة بتنتهي بالرقم 0644، بتربح 450,000، 644 45 و44 4,000، ربحت المرتبة الأولى بيزيد من مكتب رقم 2307 من عند فيديو عيتاني بساقية الجنزير ببيروت. اوكي، قد ايه بعد عنا؟ طيب خليني اقول بهالدقيقة، هلا بتبلش دقيقة بتزيد شوي، انه عنا اولى نهار التنين 3,200,000,000. حلوين، عم نقرب على 3 مليار صافي. عنا تانية، عنا بتبلش بال 75,100,000. اوكي، عنا تالتة ما زيد قديش؟ بالنسبة لزيد بنرجع من الأول، أقل شيء 25 مليون، ممكن تكون ب 30 مثل اليوم، يعني انربحت مرة الماضي وبلشنا ب 36 مليون. هيدي جوايزنا، هيدا جونا باللوتو، هيدي دولارات اللي عم نوزعها بالليرة اللبنانية بالأحرى. هلا أنتم كيف تصرفوها؟ بسترلين، بالين، باللي بدكم إياه فيكم، المهم إنه دائما بنربح مع اللوتو اللبناني. جوايزنا خرزين نهار الاثنين، إلى اللقاء، شكرا لك ست تيريز، كونوا كتار وانطرونا. باي.
دوما دوما تك دوما دوما تك احلى برنامج من دون شك دوما دوما تك دوما دوما تك بيحكي